صباح الخير. منبتعد شوي عن السياسة وعجقة مشاريع القوانين الانتخابية والأخذ والرد بين الأكثر والنسبة، ومندق باب وزير التربية وبجعبتنا 100 سؤال. المشوار على المدرسة ببلش الساعة 5 الصبح حتى قبل صياح الديك. الشنطة لولد عمره 5 سنين وزنها 10 كيلو مع الأشغال الشائقة. 7 ساعات من الحشو بالمدرسة ومقابلهم 4 ساعات درس بالبيت والأجندة ما بترحم. ما بننسى أكيد نار الأقساط بالمدارس الخاصة وفوضى المدرسة الرسمية. وبعدكم عم تسألوا ليش الأولاد ما بحبوا يروحوا على المدرسة؟ مواضيع كتيرة لازم لها إعادة نظر، من ملف التعليم لمختلف القطاعات الاقتصادية بالبلد. ومع اقتراب شهر كانون الثاني على نهايته، دخلت الأسواق بمرحلة تنزيلات لتشجيع الحركة التجارية، والتخفيضات وصلت ببعض المحلات لـ70%. لنتعرف أكثر على حركة البيع والشراء رح نبقى مع التقرير للزميلة رولا أمين الدين. الشارع كله قدام مني، كله ما في شغل، يعني ما بس أنا وغيري وغيراتي كلياته. هلا بس تمرقي بتشوفي شو بيقولوا لي، كل 3 4 أشهر 7 محلات بسكر، هيدا محل 2 3 يسكر والجمعة هي. ما في نوى، يعني عم تضربي إبر ليقب إيده الشمال ويقب إيده اليمين، يعني الجسم ميت هلا. وما في نحن كمان أنا كتير شغل المصلحة، يعني تركت أنا كتير شغل المصلحة تركتها. الواجهات اللي زينت بالحسومات والتصفيات والعروضات المغرية اللي بقدمها أصحاب المحال التجارية بالأسواق، لا تزال المحاولات فاشلة لجذب الزبون، وتنزيلات 50 و60 و70% ما قدرت إنها تنشط الحركة الشرائية. يعني قد ما تعملينهم ديسكاونت للزبون بيجي بيقلك 50% برا أرخص عملي بعد ديسكاونت. هلا يمكن هاي بتعطي إنه لأنه اللبناني ما قدران بده انه شيء رخيص، ما بيفتش على الكواليتي بقى. تصفية عامة 25 19 ألف، وما في حدا بيفوتوا بيبلشوا بيفتشوا بهالمحل وبعد بدهم اقل من 19 ألف، ما في شيء. كله بخسارة، عم نخسر، وثلاث ارباع المحلات مفلسة. لما نحن اجاراتنا قديمة كنا سكرنا من زمان. اليوم اللي عم يجي ياخذ محل ويدفع خلو ويعمل ديكور والى اخره، ما عم بضاين 2 3 شهور. من جيتي عندي عائلة، عندي ولاد، بجيب لهم بالسنة مرة وحدة. عم بحكيكي الواقع مش كذب، ما قادر. يعني شو معاش 1,000,000 ليرة؟ عندي أجار بيت، عندي مدارس خاصة، أوتوكار، معلمات، طب هذا كله وين؟ أوقات ضروري بتستغني عنه كمان، قدام ما بدك مصروف بيتك بالأساس، وهو مصروف بيتنا ما عم نخلص فيه يعني. شارع مار الياس التجاري كحال معظم أسواق المناطق الأخرى، محلات كتيرة ومتنوعة والأسعار معقولة، إلا أنه معظم أصحاب هالمحل متجهين صوب الإقفال. عم عاني حوالي 2 سنين، فعلا صار لي 2 سنين عم عاني معاناة كتير 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 قوية. لحنا شغلنا يفترض يكون على الغريب بشكل أو بآخر، ما عنا غريب. حتى أنت بهمك اللبنانية المغتربين، اللبنانية اللي بيجوا يشوفوا أهاليهم بالصيف، هدول ما أجوا، ما شفناهم. أنا صار لي حوالي 12 سنة، وهو المحل هذا كمان كان لانجوري لأختي قبل، يعني مستأجرينه، وصلنا حوالي 22 سنة. هاي عشرة مع الجيران، مع الناس، مع الزبونات، مع حتى مع صاحب الملك حتى. بس شو بدنا نعمل؟ الله غالب زي ما بيقولوا اخواننا بالمغرب. هي هموم المواطن الكتيرة والأعباء الكبيرة اللي ما خلت الجيب تلحق على جميع متطلبات الحياة، فأصبح تأمين المستلزمات الأساسية أهم من اللبس والتسوق. بشتري بالسيل، بس حتى السيل يعني إنه ما في مصاري مع العالم. يعني بتفضلي تخلي هالمبلغ اللي معك للدواء، للغذاء، للعلم. يعني وضع أمني، وضع اقتصادي، ما يعني ما عم بيلاقوا حال. هذا الشارع معود على السواح أكثر من ابن البلد،
بقى نتأمل خير ونطلب من الله أنه هالبلد يمشي. هلا بوجود رئيسنا ووجود هالوزارة وهذا لازم نشوف فرج بإذن الله. لو الرئيس الشهيد بقي طيب ما بتشوفي حدا عم يعمل هيك مقابلات، تلاقي العالم والناس والحركة، الله يرحمه وفهمه كفاية. منتابع حلقتنا تكريما لتضحيات وضمن إطار المبادرات الداعمة لهم. أقامت مؤسسة الشهيد صبحي العقوري غدا تكريمة لأكثر من 180 عائلة من عائلات شهداء الجيش برعاية قائد الجيش العماد جان أهوجي. تخلل الغدا توزيع دروع تكريمية لأهالي الشهداء، وتفاصيل أكثر مع زميلتنا مي فرحات. للعلا أنا سرت للخلود قافل المنى خافق البنود فيه جيشنا كلنا جنود. لانه هي رفيق الدرب وبيعد وبيحب الجيش ضل حملته كثير فخوره فيه سمعك صوته. يوم نقوم العباد لهو حاكم يوم نقوم العباد لهو حاكم علينا اسرائيل بزاد ما بتحصل حساب. كافيني احكي دخيل إيه الحمد لله فخورة بابني وكل الشهداء الله يرحمه. بحب كثير العسكري، كل العسكري اللي بشوفه بقول ابني كان مثل هيك. خطة آدم كن على الأرض هالدارة انتو الأحبة والكون الصدارة. خطة آدم كن على الأرض هالدارة انتو الأحبة والكون الصدارة. بصبر عظيم حملوا الأعباء، عضوا على الجرح وكفوا الحياة، فحملوا بقلوبهم وعلى صدورهم صور أبناء وأزواج غادروهم بهدف الشرف تضحية والوفاء، فارتفعوا شهداء للجيش اللبناني ولكل لبنان. أنا زوجة شهيد وهلأ ابني فات على الحربية وبفتخر بهذا الشيء كمان. متشكرينهم أنه باهتمامهم فينا وهيك يعني. أنا أمه للشهيد أيمن شبو داعين جينا لما بشوفكن عدني شفته. هذه إلي الشرف اللي استشهد فيها ابنه تنحط على الراس حبيبة القلب. طبعا هالمؤسسة هذه حدنا على طول الله يخلينا إياها. إنه بوجوده يعني غير بس كل الحمد لله كل العسكريين أولادنا وأهلنا وأخواتنا. بس إنه ننبسط كيف يعني ما ننبسط ورجعنا مش معنا. بفتخر بالشهادة، افتخر بابني شهيد، افتخر بكل شهيد. الله يديم لنا المؤسسة ضباط وأفراد وقيادي ورئاسي، وإن شاء الله هاي القيادة إن شاء الله بتضل دائمة. الدم اللي دفعناه نحن بنهديه للشباب الباقيين وللمؤسسة العسكرية. قائد الجيش العماد جان أهوجي وبدعوة من سلسلة مطاعم لوميون كافيه، أقامت مؤسسة الشهيد صبحي العقوري غدا تكريمي لعائلات شهداء الجيش اللبناني، ومن ثم تم تسليم دروع تكريمية من مؤسسة الشهيد صبحي العقوري ومن قيادة الجيش لكل من ساهم بإنجاح الجمعة. ونحن يعني قد فينا نساعد ما رح نقصر بهذا الموضوع. فخر وشوية حزن، تعرفي في جروح ما بتندمل، بخف وجعها بس ما بتروح. اليوم شفت كتير فخر بس شفت شوية وجع وحزن. مستمرة بفضل الأيادي البيضاء اللي عم بتساعدنا، بفضل الناس اللي بس تتعرف علينا
بتعرف شو هو اللي عم نقدمه نحن بالنسبه لعيال الشهداء واولاد الشهداء؟ لانه بي شهيد بالجيش، انا كنت اول شيء انه مع الجيش نروح نشاطات، بعدين صرنا مع مؤسسه المغوار صبح العقوره. انا اللي حبيته بالشغل انه انا بهتم باولاد اولاد شهداء جيش مثلي. كتير حلو انه نحن عم نساعد اشخاص كنا باعمارهم، انه هن فقدوا شيء على صغر، نحن تجا فقدنا، ما بدنا نخليهم يحسوا بنفس الشيء اللي عم يصير معهم. ثمانين عائلة من عائلات شهداء الجيش اللبناني اجوا من مختلف المناطق اللبنانية يلي تعودت تدفع دم حتى يقوم لبنان، اجوا ليلاقوا شهدائهم مرة جديدة من خلال كلمة وصورة وتضامن أخدتهم على عاتقها المؤسسة العسكرية ومؤسسة صبح العقوري من خلال جهوزيتهم التامة للوقوف إلى جانب عيال شهداء الجيش اللبناني ماديا ومعنويا. جوزة شهيد، جوزي استشهد بالبيروت وأنا عندي 3 أولاد. يعني اللي عم تعملوا ليا العقورة ضمن أولاد الشهداء، يعني عم بتحسسهم بيهم ما مات، يعني عم بتحسسهم أنه بعد الدولة حاميتهم، بعدهم عم بيهتموا فيه رغم أنه عندهم شوي فقد وحرمان. احنا جايين من طرابلس عائلة الشهيد بسام جوهر، اليوم مدام ليا هي مسؤولة عن مؤسسة الشهيد صبحي العقوري، عطول بتحب بكل المناسبات تعيد معنا نحن وتحت. يعني المناسبات أوقات الواحد بيشعر إنه المؤسسة العسكرية ساعتها مهتمة بالشي اللي راح، وبصير بيكبر قلبنا وبصير عنا يعني شوية أمل. زي لي قلبي لما بشوف الجيش مبسوط، لكن لما بيكون الدولة يعني مبسوطة وهالجيش مبسوط يعني بنبسط أكثر أنا أسا كمان. نحن كلنا، نحن وأولادنا وأولاد عكار كلها فدى المؤسسة العسكرية. نحن في الهيجاء لقنا الردى من دروس الموت درسا أسودا، واستعدنا فوق أشكاء العدا، حقنا حيا كما شاء تحية كبيرة لمؤسسة الشهيد صبحي العقوري، والتحية الأكبر هي لأرواح شهداء الجيش اللبناني. رح منتابع حلقتنا ورح نشوف هلأ لقطة مميزة، بدنا نشوف ردة فعل بنوت صغيرة بس إما هديتها كادو غير شكل. هالفيديو عم بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوفه سوا.